كذلك نجحنا في فتح الكلية العسكرية، وإن شاء الله وهذه بشرى عبر قناتكم، إن شاء الله في 16/5 القادم سنقوم بتخريج الدفعة 50 من الكلية العسكرية، ودفعة 51 تحت التدريب بحيث تدخل الصف المتقدم، وبإذن الله بعد يوم 16 تقريبا اليوم أو غدا سنبدأ في الكشوفات الطبية والمقابلات لاستقبال الدفعة 53.